صوت مو واضح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. سلطان القحطاني جاينا بيده الورد، هو ورد كله. يا مرحبا يا سلطان. الله يطول عمرك يبارك فيك. كلامك اليوم يوم الصداقة العالمي. يا الله. كلكم أصدقاء ولا أحدد شخص معين، كلكم على عيني وراسي وأصدقاء، وكلكم كل ود الاحترام. يا حبيبي الله يطول. هدية رمزية بمناسبة يوم الصداقة. ما عاد ذكرنا. أنتوا يعني مكسب حقيقي في هالبرنامج، أكن لكم كل ود والاحترام. مهما يصير في البرنامج إلا إحنا نبقى صداقتنا فوق كل شيء. بيض تحية تحية سلطان، تحية بيض الله وجهك. الله عليك. ما أجمل التصافي والتسامح والتصالح. شكرا سلطان القحطاني في يوم الصديق، ودائما الأصدقاء يتجددون ويتعاهدون بينهم بين بعضهم بكل خير، فهو يقدم الورد لزملائه يعني وسيلة لإيصال ما في النفس وفي الخاطر، فشكرا سلطان. والله انك جاي خير يا ناصر، انت وش حبيبي الله يسعدك. ما قد انا هديت من يوم ولد. عاد الورد اصفر شكله نصراوي الحبيب. ها ابشرك اني بقطع مثل اللي جبته. سلمت. شكرا. الله يبيض وجهك. وجهك طبيعي ده. الله طول عمرك حبيبي. جميل جميل ريحته ما شاء الله تبارك الله. رساله يا استاذ ناصر، توجه رساله وانت جالس ممكن ولا على الشحم؟ جميلة ريحتي يا سلطان، الله يبيض وجهك. الله يزوجك واحدة تشبعي الكلثمي. الله الله يقول الله. أول شيء تفضل علي. جيتكم جيت خير. طول لي عمرك. مرحبا مليون، واضح من البداية أصلا الدنيا بشاشة في وجهكم. الله يرحمه. هذا رقم واحد. الله يطول. رقم اثنين، جيتكم برضو خير. قول لي ليه؟ ليه؟ لأني ما قد أنا هديت في حياتي كلها. لا إله إلا الله. إلا هذه الوردة. يا بعد. قول لي ليه برضه؟ ليه؟ لأن أول ورد طبيعي في البرنامج. كله صناعي ودخلك برايو. الحمد لله. يا زينك يا علي، الله يسعدك.